شايف رابطة الأندية قايمة بمجهود كبير جدا 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 علشان يبقى في إخراج للدوري المصري بشكل رائع. الفترة اللي فاتت دي الله يكون في عون الرابطة طبعا عدت منحدانات كبيرة جدا جدا طبعا، ومنها كان اللعيبة المباريات فهم برضو ملتزمين ان المباراة تخلص في وقت معين عشان ما تلحمش الموسم بالموسم، فطبعا ديت برضو ادوا فرصة ان شاء الله السنة دي، ودي نفس هيبقى نفس كبير ان هم برضو الموسم اللي جاي اللعبة تبدع في المباريات، وده برضو لما اللعبة تبقى في حالتها البدنية والذهنية والاستقرار او ما وصلوش لمرحلة التعب بشكل كبير زي ما احنا شفناه في السنوات الاخيره ديت. لكن احنا الرابطه تشكر ان هي انهت الدوري رغم طبعا الوقت الضيق جدا جدا طبعا اللي احنا شفناه الفتره اللي فاتت، لكن ان شاء الله السنه دي هنشوف دوري محترم، دوري منتظم، دوري الانديه الجماهيريه برضه هتبقى فيها مسانده ليها كويس جدا جدا جدا، في انديه برضه صاعده ماديا مبسوطه، فان شاء الله هنشوف دوري محترم، دوري قوي السنة الجاية، ده اللي بتعمل عليه رابطة الأندية إن شاء الله. بنتقدم بالشكر والتقدير لرابطة الأندية على اهتمامها بتغيير شكل الدوري، وأول شيء من تغيير شكل الدوري مسمى الدوري الممتاز وإيجاد راعي ليه، لأن هو ده سيساهم في إيه؟ سيساهم في أن هو في مصروفات على كاهل الأندية وفي مقدمتها الأندية الجماهيرية، وإحنا أولهم نادي أسوان بنعاني، عايزين كل الناس تشارك فيها وعايزين كل الناس تتفرج عليها، فده مش هيتم إلا بوجود دوري فيه أندية قادرة على المنافسة، والمنافسة تحتاج إلى أن هو كل نادي يبقى عنده مصاريف وعنده مقومات عشان ينافس، لعشان نصل في النهاية إلى إيه؟ نصل إلى أحسن منتج يمثل منتخب مصر. فأنا شايف النهاردة دي خطوة جادة جدا 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 وخطوة غير مسبوقة ما اتعملتش قبل كده. لازم نشيد بالدور اللي تم على مدار سنتين من رابطة أندية محترفة ونائب أحمد دياب على مدار سنتين، حقيقة تولوا مسؤولية في ظروف صعبة جدا، الدوري بينتهي في شهر 10 وفي آخر 10 وفي أول 11، الدوري بقى شكله صعب جدا، استمراريته صعبة جدا، تسويقه صعب جدا، فإحنا النهاردة بنتكلم يعني من بدري جدا، حاجة حدث محترم إن إحنا نعلن عن بداية الدوري وعن رعاة الدوري وعن مين شركائنا في الدوري، دي حاجة كويسة جدا احنا نعلنها قبل الدوري، اعتقد دي اول مرة تحصل. فانا كنادي جماهيري وكنادي بعتمد على التسويق الخارجي اكتر من الاندية الشركات، ده حاجة ما يعيبش من اندية الشركات ومؤسسات، احنا كلنا في خلال سنة اكيد لازم نبقى كلنا اندية شركات، لكن اقصد اقول انه ان احنا ده بيساعدنا ان احنا ازاي نبقى عارفين ايه البيز بنت اللي احنا هنبني عليها، وازاي نقدر ان احنا ننطلق ونقدر ان احنا نبقى متواجدين في الدوري ممتاز بقوة باحترام. دي بداية كويسة طبعا، يعني انه بيعلن من بدري وجرأة من اللجنة طبعا من الرابطة طبعا ان هي بتعلن من بدري عن القيمة التسويقية الخاصة طبعا وراعي جديد للدوري، شكل الدوري، شكل الدرع وبدء الموسم وانتهائه، ولسه الموسم الحالي شغال، فدي الحقيقة دليل ان الناس بتشتغل بشكل احترافي وده انا بحيهم عليه. الامر الثاني مهم جدا لتطوير الكره المصريه ان انا يعني ازود المداخيل الخاصه بالانديه، ولما زاد القيمه التسويقيه، القيمه التسويقيه لن تستطيع ان هي يبقى فيها نمو الا اذا حدث استقرار في المسابقات، وبالتالي وقللنا الاخطاء المتعلقه بمسائل التحكيم، بالخلافات، بالكلام ده كله، بالجماهير، يبقى كل مسؤول